نضربك باش يتزوج ان شاء الله فعلا تركه. لقيت رشيد، لقيت بنت الناس ولكن المدلي ما عنديش. ان شاء الله يكون خير اخويا، خير برشيد، يكون الخير ان شاء الله. السلام عليكم خوتنا المشاهدين والمتتبعين، نتمنى تكونوا في احسن الصحة وباحسن الظروف واحسن الاحوال وتكونوا بخير وعلى خير. هاتي ما تنتمناو لكم حنايا بطبيعه الحال، نتمنى شي يكونوا اللي تنقدموا لكم كم تيعجبكم، وبطبيعه الحال حتى حنا راه عارفينكم بلي راه عزاز عليكم من خلال دوك التعاليق ديالكم. تبارك الله، كل واحد تيشكر، كل واحد تيحب ام حليمه، الوالد، البنات، يعني من خلال التعاليق ديالكم عندنا واحد اليقين بان احنا بحال ولينا تنعرفوكم غير من خلال دوك التعاليق ديالكم. يعني كل واحد تبارك الله شي يقول كل كاين اللي يهضر فيك بالخايب، كاين اللي يهضر فيك، حنا داكشي على العموم، حنا تنشوفوا الناس اللي هما ديالنا، ما تيهمناش داكشي. تحيه لكم، وكما تتبغيونا حتى حنا راه تنبغيوكم بكثر من داك القدر اللي تتبغيونا نتوما به. وكما شفتوا واحد شي محسنين جابوا لاختي حفصه، جابوا لها شي معاونه، بغاو يتعاونوا معاها، راكم عارفين، بغاو يتكرموا عليها، الله يجازيهم بخير. والانسان يعرف اخي ياسين بان راه الانسان اللي تيتكرم على اليتيم راه من احب الاعمال اللي تيحب الله والرسول صلى الله عليه وسلم. هي انك قالت اليتيم ولو غير دير له غير كع على راسه مثلا، غير تقيسطو على راسه، ولا فما بالك الا كسيتيه، ولا جبتي ليه شي حاجه في المدرسه مثلا، كتوبه ولا مثلا، يعني واحد الاجر عظيم عند الله. سيدات اخويا حتى اللي دار شي حاجه، كل من ساهم، كل من قال لي راه معانا، انا عارفكم راكم معانا، وماشي كاع غير ماديا، حتى معنويا، وحتى يعني كاين اللي مسكين في ياسين محروق، باغينا نخدموا، باغينا نوصلوا، حنا حاسين بهذا الشيء معكم، حنا عارفين هذا الشيء، بحال حنا معاكم. تنجازيكم بخير، والله يكثر من مثالكم، والله ينصركم على اللي عداكم، وتحيه لكم، وهم حليمه معكم. الوالده، السلام عليكم وليداتي بنياتي، لاباس عليكم، كي دايرين، كي درتوا مع الصحيحه؟ والله يسهل عليكم وليداتي وبنياتي كاملين، كاملين وليداتي، كما فرحتوا حفصه وفاطمه ورشيد، الله يجعل سيدي ربي يفرحكم، الله يجعل سيدي ربي يسهل عليكم، الله يجيب لكم الرزق، الله يسهل اموركم، راكم فرحتوا هما وليداتنا، والله يسهل اموركم، الله يسهل عليكم. عشان واحد النقطة باش يعرفوا الناس المشاهدين، راه ما يعداش نطلعوا لهذا الشيء بالطوموبيل، هانتوما راه الكاميو باش تعرفوا راه الرملة وقسمناها على جوج. قسمنا على جوج فياجرات، علاش؟ لأن صعيب باش تطلع لها، باش تطلع لها الفياج ضربة واحدة عندها طلعة، عندها كودية شوية قاصحة. ولهذا استعملنا الحمار، راكم عارفين، الله يسمح لنا، حتى هو حيوان مسكين، الله يسمح لنا منه وضروري منه، يعني ما عندنا كي نديروا، الحل هو الحمار، هو اللي غيهزل هذا الشيء. هذا بديك الطلعه صعيبه، ما عندكمون عندك كي دير تطلع. اييه، وانتم تتبعوا، حنا طالعين، حنا غادي نمشيو ان شاء الله، يلا على بركه الله. كاميرا ما قدرش يطلع، بزاف الناس يدوا لي المساعده، شكرا لكم بزاف على الفرحه اللي فرحتوني، وعلى التعاليق الزوينه ديالكم ليا، شكرا بزاف صراحه، الفرحه ديالي ما كتوصفش والله العظيم، الله يخطيكم علينا وصافي، شكرا بزاف. يلاه، وكما كتشوفوا الطلعه اللي قال لكم خويا حسن، ها هي دي، يعني طلعه قاصحه بزاف. هي مقاتله مع داك اييه، الحمار مسكين ما قدرش يهز، وراحنا حازين حنا. ياك ما قدرت عليكم الطلعه. الطلعه صعيبه، جيتي تنروحوا شويه قاصحه، عندها الكوديه شويه طالعه. عرفتي الحمار انا اللي جراح شكو، انا ما كنبغيش تجي جراح، هو اللي جرحك. لا لا لا، اللي جراح حتى قال. وتحيه ياسين، تحيه للجاليه المغربيه، وتحيه لخوتنا الجزائريه، وخوتنا التوانسه، وخوتنا الليبيين، وكاع العرب، تحيه ليهم، تحيه ليهم كبيره، الله يجازيهم بخير. الناس الخليج، المهم كاع اللي ساهم من بعيد ولا من قريب، كاع اللي ساهم ياسين من قريب ولا من بعيد، تحيه ليه كبيره. وحنا غاديين على بركه الله، حنا قرب ان شاء الله. بنت الوالده جلسات ليه؟ وي عرفتي ياسين مسكين الحمار، والله إلا ها بان ليا خلي يلا على بركة الله، الله يسمح لنا من هذا من هذا من هذا من هذا الحيوان، الله يسمح لنا منه، والله العظيم، والله الله يسمح لنا منه، تاوي حتى غادي نحاول ندفعو انا وياك، والله ما غيطلع الناس. بركة الله سيدي. اسيدي علاش نامتكم؟ يلا حسن حلي الباب، حلي حلا بنتي الباب، اصلا انتو سخفانين واقيلا ياك. الله يلعينا ما طلعت. والله يلعينا. ايوا واش يدير بنا المنويله؟ اه ايوا الله يسدد الامور اولدي. داكشي اللي كاين المهم، الله يحل لنا حصان الباب دغيا. يا خويا مرحبا. فاطمه. الحمار هذا طلبوا منه غير السماحه بعدا. اييه. الله يلعينها. لاها مسكين. ايه ما عندوش الفم مسكين وما يقدر. والله يلعب بزاف. ايوا الله يسمح لنا منه. يا ربي امين. وزنها عليه حتى هو. هكا. شفتي فاطمه؟
برا برا. عييت اخويا. عييت ياك. هذيك مع واعره. حل حسن حل. حل اخويا رشيد فين هو رشيد فين هو؟ حل. درتي له ديك الخرصه؟ لا هذيك الخرصه باش ما يطيحوش. المشاهدين خصكم تعرفوا هذه راه اش هذه ديك حصه لوستيخت راجلي هذه راه مرت خويا مرت خويا الكبير دريس هو اللي بان معكم في الفيديو السابق اللي شكركم وقال لكم مسكين راه ما نعشت بالفرحه خرجت لخوتي بزاف هذه مرته وشكرا لكم بزاف على هذه المساهمه هذه في القناه ديال لا باش يكونوا عارفين الناس هاد المساعده خويا ياسين راه جبناها لهم من مكناس جات من مكناس مشيت لمكناس وجبتها لهم نظرا لواحد تقريبا واحد البعد ديال واحد 80 كيلومتر ولا 75 كيلومتر هكاك وشكرا اللي ساهم واللي عطى واللي انفق تحيه ليه ولا تحيه كبيره كاع الناس اللي قدموا لي المساعده واللي هضروا معايا واللي واساوني واللي داروا اللي كتبوا لي تعليق زوين بزاف الصراحه فرحت والله العظيم ما تصوروش الفرحه ديالي فرحه كبيره ليا ولخويا والماما وعائلتي كلها شكرا بزاف واش رشيد هو راه قايم بالواجب ديالو راه ما كاين غير عمل بخير هانيين كي دايرين كنشكر كاع الناس اللي عاونونا وساهموا معنا الله يخطيهم الله يعطيهم الخير ويزيدهم خير في الخير وما عرفتش الصراحه ما عرفتش كيفاش غنشكرهم واخا كنشكرهم ما باقي ما الشكر ديالهم عند الله سبحانه وتعالى ربي اللي غادي يسديهم بوك بزاف وبغاوك بغاوك بزاف واحد بوك وبغاوك وتعاطفوا معاك وبقيتي فيهم وعطيهم شي تحيه وتانتا بلغ لهم سلام عزيز وباش حتى هما تسمع الرساله ديالك تحياتي اخوتي كنشكركم بزاف بزاف واللي ساهم معايا الله يعطيه الخير وغير اللي تعاون معايا غير بكلمه زوينه الله يعطيه الخير بصراحه امين اخويا اللي بقيت فيه الله يعطيه الخير انا هادشي اللي بغيت ماشي مهم هو المساهمه ولا شي حاجه اي داكشي اللي كاين اخويا سهل على اي واحد عاونني وعاون اختي حفصه امين امين شكرا على اخويا حسن بزاف امين وكنشكر قناه محبوبه تي في اييه بزاف بزاف لها جزيل الشكر بارك الله فيك وفين وصلت الاشغال اخويا رشيد اشغال غاديه راه غاديه دخلوا نتوما ديك داكشي دخلوا ولا داكشي دخلوه الحمد لله انا جمع رشيد نشوف فين وصلت الاشغال هنايا باش نطمنوا المشاهدين ديالنا على هادشي ان شاء الله يا ربي امور غدا بخير وعلى داك فاش كنا كنصوروا هادشي اللي كان كيريب ها هو كتشوف راه ريبو كلشي هنا جي هنا واخا كيفاش اخويا حسن رشيد عندك هادشي راه عندك تجي معايا هنايا هادشي راه غادي راه غادي مزيان ان شاء الله دابا هادشي فيه التراب رشيد التراب ياك فيه التراب وتمارة بزاف اخو حسن كاينة تمارة ياك وزدتو معكم شي واحد ولا جوج رشيد كاينة تمارة دابا راه كيحفروا الساسة حسن ياك دابا شحال من واحد انا قلت على كاك جيبوا ودي التراكس ودي ما يعدلش التراكس داروا لي خص اليد باش تنقي الحجر وتحيد التراب داروا لي من اليد غير الحجر تلقى ماه مشكل وان شاء الله غادي نديروا ان شاء الله شحال من واحد كودي كل واحد دير له بوحدو بطبيعه الحال كل واحد بوحدو لان حتى هو غيتزوج مسكين راك عارف وغادي يكون حتى هو قالك حسن قال لي المشاهد رشيد خصنا نجوجوه واش غادي نديروا للعرس غير نساليهم ان شاء الله دابا ما نديروا للعرس نضربوا لك شي زواج ان شاء الله فعلا تركه رشيد لقيت بنت الناس ولكن المدالي ما عنديش ان شاء الله يكون خير اخويا خير برشيد غادي يكون خير ان شاء الله وواحد القضيه ياسين ان شاء الله من غنسالي وغنبنيو تاور رشيد ان شاء الله حتى هو ان شاء الله غادي نحاولوا ندبروا كاك هو دبر على شي بنت الناس اييه ونحاولوا نجوجو هو شي نفرحوا به ندير له شي عرس هكا خفيف ظريف كما تنقولوا شي صدقه كاع حضروا فيها الطلبه ياك حسن رشيد كاع رشيد صدقه الله يجعل غادي يحضروا حتى المشاهدين اها مرحبا بهم مرحبا بهم كاملين هكاك مرحبا بهم على الراس والعين بارك الله فيك اخويا مرحبا الله يهديك وكما كتشوفوا الامور هي غدا على ما يرام ان شاء الله يا ربي اما راه تيحفروا لها الساس اخو حسن بغيت نقول للمشاهدين الامور هي غاديه حنا دابا تنطلعوا الرمله راه الرمله لان صعيب الكامل تيطلع بالدراع تيقسم الفياج على جوج هي كتجي قاصحه تجي قاصحه الكوديه بصح وبالنسبه لهاد الدار حسن سولونا عليها شي ناس هذه اللي قدامنا ياسين ديال اخت حفصه الكبيره هي الكبيره فيهم واحد اختها من باها ياك رشيد هي الكبيره حتى هي مسكينه راه تتبني غادي تقفيها غير بالقصب هيا حيت راه دايره العواد من الفوق مسكينه راك عارف الحاله ضعيفه وهذاك الشيء والمهم نحيدوا هاد الزوج ودير الله الخير ان شاء الله كما تيقولوا ويكون الخير عاوتاني ان شاء الله نتمنوا الخير للجميع ان شاء الله وتحيه للجميع والله يخطيكم ونشكر خوتي كاع اللي تعاونوا معايا داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن وكنشكر خويا مصطفى بزاف من اسبانيا اييه تحياتي ليك بزاف اخويا راك عزيز تحياتي فرحت
انا راه عندي في عمري تقريبا شي 27 سنه، ما عمري فرحت حتى لهاد الايامات. بارك الله فيك، فرحه كبيره بزاف. هذا خويا رزقك، هذا شكرا بزاف. بارك الله فيك، الله يرحم لكم الوالدين، الله يخليكم معز عليكم، وشكرا. تحياتي الى هاد الشيء غزال طلعت تبارك الله. انا عجبني هاد الشيء ديال حفصه مع رشيد، والله الا جا زوين وجات لي انايا مفجعه. ها انت الباب اللي كنا تنوريكم المشاهدين ديالنا اللي من الداخل، اللي عنده الميكا من الداخل. اه هو فين عنده الميكا لداخل، كان من كان منو الخلع. ودابا الحمد لله راه الامور غدا مزيان. لا غدا مزيان. كيفاش فاطمه؟ لا كثر خيرهم، لا يطول عمرهم، يا ربي كثر خيرهم ويخلف عليهم، الله يخلف لهم بالمتنين ان شاء الله. يا ربي الله يجعل ربي يعاون وليداتي وبنياتي الجميع. يا ربي امين. الله يسهل عليهم. واحد السيد ربي مدعي معاه عبد الجليل مسكين من الدار البيضاء. الله يسهل عليك عبد الجليل ولدي، الله يسهل عليك ولدي، والله يجيب لك الرزق، والله يجيب لك داك الشيء اللي تتمنى. امين. الله يجيب لك الرزق ما بين يديك ان شاء الله. راكم عزاز وغاليين، الله يجعل ربي يهون عليكم الجميع. دابا خويا حسن فوقاش غادي نبداو ان شاء الله؟ رشيد رشيد مسكين قال انا ما تبداو ليا تنصاوب الاختي، الاختي الطبله حفصه هكايا، الاختي حفصه الطبله ونعمروا لها. عاد عاوتاني قال لك عاد نطيح انا هذه البركه ديالي. اييه هادشي اللي كاين هو ندير لهم ان شاء الله واحد الحفره، واحد واحد كي تيقول الحفره كي مطموره، مطموره كي اللي تيقول لها بحال شكل بير صغير. اييه اييه تكون فيها حاجه داك الشيء النفايات داك التخربيق راكم عارفين، باش تلقى بين طيح داك الوسخ. وغادي نحفروا ان شاء الله اللي غيحفرها رشيد، وكل شيء غتبعوه معنا كاع المراحل. حنا غادي ندقه دقه، والكمال لله، ربي اللي راه واقف مع الجميع. ونتمناو كاع اللي ساهموا، ونتمناو المساهمات ان شاء الله تكون مازال تزيد تكبر باش نزيدو حتى حنا نعرفوا ما نديروا. أيوة. وتحيه لكم كبيره، ولا الله يخطيكم، الله يسهل عليكم اوليداتي. هاد الفرحه اللي فرحتوهم الله يجعل سيدي ربي يفرحكم ان شاء الله. يا ربي تكونوا في الجنه يا ربي. يا ربي امين. من البنات يا في راكم شيك، ما فراكم البرده والعقبه اللي قتلتنا. العقبه دابا اللي تحيه لخوتنا المشاهدين متتبعين قناه محبوبه تي في، تحيه كبيره للمشاهدين ديالنا، وتحيه كبيره 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 للريافه فين ما كانوا، لان الاغلبيه المساعده صراحه كانت من الريافه. الله يعطيكم الصحه، وتشكاكن بزاف بزاف على الريافه، الله يكبر بكم، الله يجازيكم بخير، وغتلقاوها عند الله سبحانه وتعالى. وشكرا لكم بزاف. لا تيتيش. السلام عليكم. انا كنشكر عامه كلشي كاع اللي سامع اختي حفصه، الله يعطيه الخير والله يسهل عليهم. صراحه فرحه مسكينه ما تصوروش الفرحه اللي دخلتوا عليها، وشكرا بزاف اللي ساهموا معاها لا معنويا ولا ماديا، شكرا لهم بزاف، الله يعطيكم الخير. اييه رشيد دابا هذا يعمر بحجر داك حسن دوحنا. ايوا الله يسهل عليهم، الله يجيب لهم الرزق ويجيب لهم واحد الحاجه. خويا جنادي راه ماشي غير داري انا، راه داركم حتى نتوما. بارك الله فيك اختي حسن. والله العظيم راه دار محليمه، وداركم دار المشاهدين. الله اللي يجيو المشاهدين، مرحبا بكم، اجمعوا على حصان ضروري. اللي درت معاه كنقول له مرحبا بك على راسي وعينيا، والله العظيم اخويا ياسين بارك الله فيك. الكبر ما عمر بخيبه والله. او حسن وان شاء الله نهار يديروا الطبله ونديروا شي فيديو ان شاء الله. هنا غنديروا الطبله، غادي ندير واحد الكسعه ديال الطعام، ولا غندير واحد الكسعه يا ياسين. غيطلعوا البنات ان شاء الله، والوالده والواليد وفاطمه وبشرى، غنديروها جماعات ونديروها معاهم جماعات. وسمحوا لنا غادي نشهيوكم حتى هما، ندير لهم الطبله، ندير واحد الطبله ان شاء الله. نهار يكون المعلمين غادي يتابعونا ان شاء الله، غناكلوا الطعام هنا برا ان شاء الله. يا ربي داك الكازو ياسين الطعام ان شاء الله يا ربي، غادي نربعوا عليه حنا والواليد حنا والبو الحجوي ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. والله قول مع السلامه حسن. سلام عليكم وليداتنا، الله يعاونكم، الله يسهل عليكم. فاطمه شكرا لكم بزاف، راكم عزازين وغاليين. يلاه سلام عليكم وليداتنا.